الرحمن الرحيم. دائما ما تصحح سلسلة تمارين درس الأنواع الكيميائية سؤال 86 من السلسلة المتعددة كتقول: نريد معرفة بعض المكونات في مشروب غازي، فنجد النتائج التالية. نظر مجموعة ديال الروائز، هنا الجسم، المشروب غازي، نفس الشيء. الرايز الأول هو ديال ماء الجير، الرائز هنا النتيجة. إذا كبريتات النحاس، النحاس لا مائي، وهنا بي اش متر. بالنسبة للنتائج، عندنا ماء الجير النتيجة كان تعكر ماء الجير. بالنسبة لكبريتات النحاس الثاني اللامائي لون أزرق، بي اش متر عطانا القيمة كتساوي 6. من أولا، أعطي طبيعة الغاز بالمشروب، عدل جوابك. من الغازات، الغازات اللي كنعرفو حنا، كنعرفو في السنة الماضية تعرفو على غاز ثنائي الهيدروجين، وكاين غاز ثنائي الأكسجين، وكاين غاز ثنائي أكسيد الكربون. هذه مجموعة الغازات اللي كنعرفو الروائز ديالهم. بالنسبة للغاز ثنائي الأكسجين، هذا شفتوه في الثانوية إعدادي، هو غاز يزيد من الاشتعال، يزيد شدة اللهب. إذا كان عندنا مثلا شي اختبار فيه ثنائي أكسيد ثنائي أكسجين وقربنا له مثلا عود ثقل، هذا العود الثقل بدا كيتوهج بشدة، إذا هذا يزيد من شدة التوهج، هنا يعني يزيد من شدة التوهج. بالنسبة لعند اش دو، إذا هذا ثنائي الهيدروجين، إذا كان عندنا فوق اختبار وقربنا يحدث فرقعة، إذا يحدث فرقعة عند تقريب لهب منه. ثاني اكسيد الكربون تما شفتو في الثانية إعدادي، بين غاز يعكر ماء الجير، يعني السي او يعكر ماء الجير، قلنا مزيان. إذا الآن عندنا حنايا تعكر ماء الجير، إذا شكون هو الغاز اللي كاين في هذا المشروب الغازي؟ هو غاز ثاني اكسيد الكربون. أولا، تعكر ماء الجير يبرز أن الغاز الموجود في المشروب هو ثنائي أكسيد الكربون سغادرو يسي أودو. تعقل مزيان، الغاز الذي يعكر ماء الجير ولا تعكر ماء الجير يبرز وجود غاز ثاني اكسيد الكربون. ثانيا، ارسم تيبيات الكشف عن الغاز بالمشروب. اذا الان الى بغينا نبينو بان الغاز ديال ثاني اكسيد الكربون كيف المشروب، يعني بغينا نديرو الرئيس ديال ماء الجير، كي غنديرو؟ واش غناخدو ماء الجير ونخويو في القاروره؟ لا. داك شفنا بان كنحاولو نوصلو داك الغاز اللي كاين في داك الغاز اللي كاين عندنا في المشروب، نحاولو نخليوه يوصل لواحد الامور اختبار ولا قاروره اللي فيها ماء الجير معزول، ما يمكنش نجيب ماء الجير وخويه في المشروب. ده هنا ثانيا، تبيانات تركيب التجريبي للكشف عن سي او دو. ده عندنا قلنا غيكون عندنا قارورة ديال المشروب غازي، ده هنا مشروب غازي. عندنا جهة أخرى، عندنا أنبوب اختبار كيحتوي على ماء الجير، غنحاولو بواسطة أنبوب نوصلو الغاز من القارورة لعند أنبوب اختبار. إذا كان نغلقو قارورات أنبوبة كتحتوي على فتحة،
هذا شحال كنمروا فيها انبوب، هذا انبوب كنوصلوا لعند هذا الغاز. لهنا نبدا نقوم بتحريك القارورة، لم نقوم برج القارورة، عملية التحريك ديالها بشدة باش أن الفقاعات، الفقاعات اللي كتشوفوها كتصاب مثلا فاش كتحركوا القاعة ديال مشروب غازي مثلا كوكا كولا ولا شي مشروب غازي، كتلاحظوا كتشوف واحد الفقاعات كتصاب، داك الفقاعات اللي كتصاب هي عبارة عن غاز ينطلق. إذا بما يتصاب هذوك الفقاعات هنا كيوصلوا لهاد المنطقة هذه وكيهاجروا في الأنبوب وغيوصلوا لهنا. إذا بحال هذا فاش غيوصلوا لهنا يوقع تعكر لماء الجير، راه يبان بحال مبقاش صافي، يولي كيبان بحال تخوض مثلا. إذا السؤال ثلاثة قالك أحدد الرائد الذي يوجد في حمضية المشروب الغاز. إذا باش نبرزو الحمضية ديال المشروب الغازي شنو كنديرو؟ كبريت النحاس المائي؟ لا، كنستعملو الـ pH، كنعتمدو على الـ pH. إذا الرائد الذي يبرز حمضية المشروب الغازي هو رائد الـ pH متر. إذا ثلاثة، الرائد الـ pH، رائد pH متر هو الذي يبرز حمضية المحلول، حيث أعطى قياس قيمة، حيث أعطى القياس القيمة pH كتساوي 6، والقيمة هذه ناقصها 7، إذا المحلول حمضي. رابعا، على ما يدل تغير لون كبريتات النحاس اللامائي. تغير لون كبريتات النحاس اللامائي كي داير بعدا في الاصل، كبريتات النحاس اللامائي كي داير في الاصل، هو عباره عن مسحوق ابيض بلورات بيضاء، قلنا بلورات كتلون الازرق في حاله وجود الماء. اذا هنا اش كتلاحظ كبريتات النحاس اللامائي خدا لون ازرق، هذا كيعني بان المحلول يحتوي على الماء، اذا المشروب الغازي يحتوي على الماء. اذا تلون كبريتات النحاس اللامائي بالأزرق يدل على أن المشروب الغازي مالو يحتوي على الماء.